معانا كرمين. الو الو الو، كرمينة. ايوه كرمينة. كرمينة، ازيك يا كرمينة؟ اسم جميل على فكرة. ربنا يخليك. يخليك يا حبيبتي، اتفضلي. كنت بسأل، انا ادبي والجغرافيا صعبة صعبة جدا يعني، تمام، بالذات المنهج بتاع السنة دي. انا قريت منهج السنة اللي فاتت، اسهل من بتاع السنة دي يعني، بس انا حاسه ان الجغرافيا، انا مش عارفه اذاكر الجغرافيا، مش عارفه اذاكرها ازاي، بس ان هي يعني، انا عملت قبل كده، رحت نظمت الخرائط، ان الخرائط مثلا ايه في دوله كذا، يعني مثلا في ايه اللي بيبقى في ايه، في الحدود مثلا اللي هي الحدود اللي هي المجزأة او ذات البتاع دولة المندمج. المجزأة. بس انتي ثانوية عامة يا كرمينة؟ ثالثه ثانوي. أدبي. طيب ان شاء الله هتلحقي المبادرة بتاعت قناة الحياة، والاساتذة هيبقوا موجودين فيها ويساعدوكي. بس فعلا احنا هنسأل الاستاذ عبد الحميد، تذاكر او تحب الجغرافيا ازاي؟ بالخريطة. الخريطة دي على فكرة حاجة جميلة جدا، كنت بعشقها واقعد ارسم بتاعي يعني. بس يعني كرمينة ديت ممكن تجيب خريطة العالم تحطها قدامها الصماعة، تمام، وتمسك القلم تيجي مثلا على قاره افريقيا، تقوم جايه ملونه الدول المندمجه ذات بروز زي زهير. في اسيا الدول المندمجه ذات بروز افغانستان، يبقى عارف الدولتين، حطتهم على جنب. تمسك قلم تاني لون تاني، تقوم جايه ملونه دوله مندمجه منتظمه في اوروبا، يبقى فرنسا، تلونها. عاصمه فرنسا مين؟ عاصمه فرنسا. حد ما يعرفش عاصمه فرنسا؟ لا. بلد جميلة جدا، بلد الأناقة والجمال. طب بدرسها في الجغرافيا عشان دي عاصمة طبيعية تاريخية مستديمة، النواة بتاعت فرنسا. يعني هي تبتدي الأول حضرتك تاخد حاجات بسيطة، مش ألزم يعني. هي خدتها بطريقة الصعوبة، احفظي زي ما احنا بدأنا في الأول، احفظي. لا دي مش عايزة احفظ، اديني خلفية تفهمها. في تمهيد. تملي في لما بنيجي نحضر الدروس يقول لك ماهر للدرس، خد أحداث جارية وماهر. انا ممكن اخش العواصم ده، حد فيكم راح القاهره يا اولاد؟ حد راح القاهره، وانا لازم احفظ. هو بعد اذن حضرتك، هو المنهج ده هولي بوك، كتاب مقدس او قران كريم، ده منهج وضعه ناس ابداه زي ما انا عايز ابداه. تمام. فانا بقول له روح القاهره، شوف القاهره فيها ايه، تلاقي فيها سفارات، فيها قوميات، الهيئات القوميه، فيها برلمان، فيها مقر الوزراء، فيها رئيس، فيها مقر الحكومه، وفيها مقر الرئاسه، يبقى يعني ايه العاصمه؟ اقول له استنى اما احفظها لك، ما انت رحتها خلاص وشفتها، ما تحكي اللي انت شايفه في قلب العاصمه. دي طريقه جميله يعني. خلاص.